خلينا نخرج من الزمالك والفوز اللي جاب لكم الثقه. المباراه بالنسبه لك انت بتشكل تحدي، العين الاماراتي، انت لعبت في العين الاماراتي وليك ذكريات جميله جدا هناك، ومعانا رساله من احد زملائك هوريها لك بالفيديو دلوقتي من هناك هتعرفه ولا لا. فجينا على العين خدنا ثقه، ماتش الزمالك ادانا الثقه، جينا بقى على العين ايه اللي حصل؟ لانه حصل ماتش سيراميكا الاهلي سيء بس فاز، ماتش الزمالك الاهلي معظم المباراه افضل بس ما جابش جوان. جينا بقى على العين في القاهره، احكي لي من ساعه ما شفت منظر الاستاد، ساعه ما شفت الجمهور، من ساعه ما شفت الهتافات، من ساعه ما شفت الاصرار عند الجميع، المنظومه سواء كانت اعلاميه او اداريه او جماهيريه، ان الاهلي يفوز بهذا اللقب وبهذا اللقاء. والله طبعا يا كابتن، يعني الاول تحياتي طبعا لنادي العين وجمهور نادي العين. قابلتهم ازاي؟ نادي العين والناس دي كلها طبعا، يعني خالد عيسى كان معاك، خالد عيسى طبعا، يحيى نادر كان معاك، ويحيى وبرمان، كان كذا لعيب، في لعيبه كتير يعني وكده. فطبعا انا بديهم التحيه، ويعني عملوا طبعا يعني مباراه، بس احنا طبعا كنا احنا احسن، ويعني كنا صحيح مركزين كتير جدا جدا جدا، ويمكن احنا من اول دقيقه كمان، في اول 10 دقايق ما ضيعناش ثلاث اجوان، يعني من اول 5 دقايق يا كابتن جالنا كورنر بالظبط، واثنين كورنر، وكانت الدنيا كانت كويسه جدا معانا. فاحنا كنا مركزين جدا من قبلها بكام يوم، مركزين للعين فريق كبير وبطل اسيا، فانت بتلعب دلوقتي بطل افريقيا مع بطل اسيا على بطوله ثالثه خالص، صحيح، ودي حاجه كبيره جدا، وكانت اول مره تحصل، واول مره تحصل وعايزين نحققها في تاريخ النادي. ايوه صحيح، فانت كلامك كابتن دلوقتي بالظبط، الناس يا كابتن اللي هي بتقولها في تاريخ النادي، في تاريخ طبعا كل لعيب في الاول. فانت نازل من اول دقيقه يا كابتن شايف الجمهور، الجمهور اصلا احنا شايفينه من واحنا رايحين الاستاد الاول شايفين. اصلا طبعا الصور وحاجات بتحسه. كتير طبعا يا كابتن واهلي، يعني اهلي كان هناك وكلنا، كل واحد بتفتحوا الموبايلات وكده بتبقى معاك وبتشوفوا الدنيا عامله ازاي، ولا خلاص بقى قبل الماتش بشويه طبعا كل واحد بيقفل تليفونه وكل حاجه، بس انا طبعا يعني انا والدتي وزوجتي بكلمهم قبل الماتش على طول، واولادي ربنا يبارك لك فيها. وعلى فكره يا جماعه، من اهم اسباب توفيق ربنا لحسين الشحات هذا البر الغير عادي بالاسره طبعا. بصراحه يعني انا بسعد جدا لما بشوف والدته، ربنا يديها رب الصحه يا رب، وسعادته واخوه مدير اعماله واخواته بشكل عام واسرته وابنائه وزوجته، فربنا يبارك لك يا رب، وطول ما انت على كده ربنا هدي لك بزياده. اللهم امين يا رب ان شاء الله يا كابتن. كم فبكلمهم طبعا، فبطمن عليهم دخلته لسه ولا لا، طب ادعوا لي بقى ان شاء الله عشان انا داخل الماتش خلاص والكلام ده كله. فكلمهم طبعا، هم بيبعتوا ساعات ايه، بقول لهم طب صوروا كده المنظر. فما بيبعتوا المنظر، المنظر طبعا كان يخض طبعا. انا حتى نزلت الماتش دوت قبل الماتش وبتاع، فقلت عشان اقابل برضو زمايلي بتوع العين وبتاع واسلم عليهم قبل الماتش، قابلت سفيان رحيمي وبندر وناس كتير من اللي انا اعرفهم قبل الماتش. فقابلتهم، فالمنظر يا كابتن انا شايف المنظر، انا جسمي اشعر فعلا، جسم والله جسمي اشعر فعلا، مع انك متعود كان في الترجي قبلها بشويه، وكان في الوداد قبلها بشويه، وكان في وكان في، لكن ده كان ليه خصوصيه طبعا، خصوصيات كتير كمان يا كابتن، بطوله جديده زي ما بقول لك، وتحدي جديد، فانت حاجه عايز تحققها، عايز تحققها، وبطوله مركز اول من الفيفا كمان، فدي طبعا بطوله كبيره جدا طبعا. فاحنا ده كان تركيزنا، لا احنا لازم نكسب النهارده بكل الاشكال. فاحنا من اول دقيقه نازلين ضغط 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 ضغط، اضغط، ده اللي حصل فعلا. حتى احنا نادي العين كنا بنشوفه طبعا في الماتشات وحتى في الفيديوهات، لا كان مختلف. احنا نزلنا ما خلناهمش خدوا نفسهم من اول دقيقه، ده اللي كان حاصل من كل لعيب. لا وبصراحه يعني كان مستر كولر وكابتن سامي والجهاز كله كان مركزين على حاجات معينه هم بيعملوها لازم نعملها، ونقفل فعلا المفاتيح، مفاتيح اللعب بتاعتهم لازم قريتوهم كويس، ذاكرتوهم جدا كويس جدا جدا. فاحنا كنا عارفين هم هيلعبوا ازاي وهيعملوا ازاي، فدي قدرنا ان احنا نقفلها وان احنا نعملها، وده اللي حصل من اول دقيقه. حسيت يومها انه التركيز في اعلى صوره، وايضا التوفيق بتاع ربنا في اعلى صوره معاكم؟ طبعا طبعا يا كابتن،